قلت يبغصون تصير خدامة تنظف وتشيل وراهم. يا حبيبتي احنا ما صدقنا اني قاعد بروحنا، ليش هالنكد وليش هالحكي اللي ما له داعي؟ ليش؟ حرام، انا نسيت انبهج. ترى فواز بخيل نحيس ما يطلع منه الفلس. والف مبروك يا ابو. الله يبارك فيك. طلعنا برا الكويت، لا احنا ولا امي. شلون امك تقول كل عطله تسافرون؟ يعني مره باريس، مره تركيا، من ديره لديره. يما اذا كنتي تبين ترتاحين ولا تتقاعدين. تو الناس على التقاعد. والشغل يا يما بيخليني ما احس بالوحده. ولا عاله على الناس. ترى انا وخالد امس ملجنا وعرسنا ان شاء الله اخر الشهر. قلت أقولك عشان تحسبين حسابك، لأن بنسوي بأفخم قاعة بالكويت والكل معزوم إن شاء الله. خلاص تي. استحى على وجهك، عمرك مليون سنة هذا حكيك؟ ما تحمدي ربك أنتي؟ قاعدة ببيت بروحك لا شريكة ولا أحد. شنو قصدك تشرحي حماية عيال؟ موضوع يخصني أنا وريلي، لا يخصك ولا يخص أحد، ولا أحد له حق إنه يتدخل فيه. تحملكم لا ابوك لا امك لا يدتك حتى خدامتكم انحاشت، تبوني انا اتحملكم؟ ها ايش حق ربطه الولد كذي؟ انا شكلي باع خصوصا لما شافت مشارك كسر بايب مال الماي قامت تصرخ وتقول ان امنا ما تحبنا وراح تهدنا. هذه من صدقها يعني حاطه عقلها عقل ياهل، وانت ليش ما تقعد عاجل؟ ليش ما تقعد عاجل تلعب بالماي؟ كم مره اقول لك اقعد عاجل انا؟ كم الله يقولك يا عاجل؟ أكو عاجل يلعب بالماي؟ هذه بعد أنا هين صراحة يعني ما أدري حاطة عقلها عقل ياهل. ها فواز، نعم شو عندك؟ أنت من صدقك ولا شنو؟ هذا اللي هالو طالعة ورابطة مشاري بالكرسي، إيش فيك أنت يا نيتي؟ هذول عيالك مو عيالي انا، مالي شغل فيهم، انا الحين مشغوله، لما اخلص شغلي ارجع البيت، فاهم؟ لا تدق بعد. ليش ما تستحي هذه رب الكعبه؟ روحي انت، روحي 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 داخل يلا. حبيبي انت ايش فيك؟ ليش ما تصير عاجل؟ ليش ما تصير عاجل؟ ليش كذا تشيطن؟ تلعب بالماي وتكسر شيء، ايش فيك حبيبي؟ ليش ما تصير عاجل؟ امشي 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 خل ابدلك انت بعد، امشي. اقعد عاجل يا حبيبي يا حبيبي، اقعد. كل يوم مسوي لي سالفه، كل يوم مسوي شيطانه، ما يصير. اكو واحد يلعب بالماي؟ حول ولا قوه الا بالله.
طلقني خالد. ايش قاعد تقولين؟ اللي سمعته طلقني. كل هذا عشان ما رديت على تليفوناتك يعني؟ حطي عذر، القي لي عذر، ايش دعوة؟ لا معذور، وعذرك زوجتك القديمة. ايش قصدك انتي؟ قصدي اليوم مو كنت بالمقبرة تزور مرتك؟ لا وتمسح دموعك عليها بعد؟ لحظة 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 لحظة. انتي من وين هالمعلومات هذه كلها؟ ها وما تبيني اعرف بعد؟ انا بفهم ليش ما ترد علي وانا ادق عليك؟ ممكن تهدين شوية وتنسين سالفة الطلاق هذه عشان نقدر نتفاهم؟ ماني هادية وبعرف، ليش ما قلت لي عن موضوع مرتك؟ ما قلت. بس أنا بعرف شيء واحد. إيش معنى اليوم سالفة سلمى قاعدة براسك ومعششة؟ إيش السالفة؟ لأن اليوم في أحد صورك وأنت بالمقبرة وطرش لي هالفيديو. هذا الفيديو. شنو؟ ومو بس هذا. وشوف الصورة هذه بعد. هذه سلمى. هذه صورة سلمى؟ ما ليش الصورة هذه؟ رقم ما أعرفه طرش لي هالصورة. شو السالفة؟ صورة سلمى هذه كم؟ صورة سلمى كانت هني. صورة سلمى كانت هني. في أحد ماخذ صورة من هني. مصورها ودزلج ولاحقني للمقبرة. ما هذا موضوعنا الحين؟ لا هذا موضوعنا. وصونيات الصبح اليوم يا بنتي صور الرسائل اللي بينك وبين شاهين وقالت لي إني أبتعد عنك. وبعدين لحقتني للمقبرة وصورت الفيديو ودزلج. كل هذا ليش؟ علشان تشوش تفكيرك وتشوش تفكيري. صغصون منين لها رسائل شاهين؟ تقول لقيتهم بين أغراض فواز. وحتى لو لقيتهم بين أغراض فواز ليش جايبتهم لك؟ لها ما عرفتين هدفها الرئيسي إن تفرق بيني وبينك. لا هالمرة مو صجها مو صاحية يعني حتى عقب ما تزوجنا هم مناشبتنا وتبينا نهد بعض. شفتي إن غصون بغت تنجح. قدرت خلتني طول الوقت متكدر وانتي خلتك تطلبين الطلاق مني. هذه غصون هالمرة جد انا ما شفته بخباثتها. بدري احنا علشان ما نخلي غصون تنجح باللي براسها نحاول نقط كل شيء ورا ظهرنا. انا صج لما قريت الرسائل زعلت وتضايقت بس لما شفت خيرتك علي عرفت انك تحبيني. زين انت ليش ما قلت لي انك بتزور قبر مرتك؟ علشان ما تسالين بس. بدري انا عندي طلب واحد بس انك ما تخشين عني اي شيء. خلاص وعد من الحين ورايح انا ما راح اخش عنك شيء. حلو خلاص احنا نشيل الغصون هذه من راسنا ونتمم عرسنا ونستانس بحياتنا. هين حسابها معي بعدين. طلعيها من راسك. طلعي غصون من راسك. هذه تبي شيء واحد. تبي تفرق ما بيني وبينك بس. الله ياخذها إن شاء الله. مصيبة عيالي عندها. ما أنا عشان كذي قاعد أقولش طلعيها من راسك. خلينا نعيش حياتنا. بعدين تليفونه. تليفون اللي يجي من الرسائل سوي له بلوك. خلاص. إن شاء الله. إيه أحسن. سويت له بلوك. حتى رقم غريب ماني رد عليه. احسن 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 تمام. حكيت ترى والله ملهان عليك. بسم الله حبك العافيه انت عندي بالدنيا كلها. حبك حبك العافيه. يلا وحياك. ما شاء الله اكملت. وين امي؟ داخل. روح لها داخل داخل. يما هذه آخرة اللي يسوي الخير بهالزمن. بدل ما تاخذونها وتفكوني منها جايين مع عيالكم على قلبي. قطيعة. هلا حبيبتي شلونك؟ روح انت الثاني. ايه
حياة ايش فيك؟ يعني ايش فيني؟ ان شاء الله مو كل خميس ويمعة اهلك يجون ويسوون بيت زواره ولويا. هذول اخواني ويبون يشوفون امي، بدل لا نقول جزاهم الله خير؟ جزاهم الله خير لما يكون بيتي وقف خيري، مو بيتي الخاص وفي راحتي. خلاص خلاص، انا بلمح لهم وان شاء الله ما تصير اي مشاكل. كيفك تصرف؟ حسون بابا؟ حسن قول بابا؟ حسوني؟ المحل هذا أجرته؟ لا لسه، ما تأجرش لسه. طيب في حوالينكم مدارس؟ لا مدارس هنا في المنطقة لا. ما فيش؟ نهائي، لا لا لا، ما فيش مدارس. أوكي شكرا. حياك تسلم. تو الناس قعدوا تغدوا معنا. لا شكلنا مدقلين عليكم احنا وعيالنا، خلوها مره ثانيه ان شاء الله. لا واللي عافيك، لا مره ثانيه ولا ثالثه. اللي بيشوف امه ياخذها معاه ببيته. شنو انا مو قادره اخذ راحتي ببيتي؟ ما تستحون ريال داش ريال طالع ويا هالو لويا. حيات انت ايش قاعد تقولين؟ قاعد اقول الصج. شنو انا مو قلت لك مو مرتاحه؟ وقلت لي راح تنغز لهم، بس الظاهر ان انت وايد ضعيف. ولا بعد عازمهم على الغداء على اساس ان انا مسوية غدا يكفي حق قبيلة. حياة معها حق. وبعدين يا يما ما لا داعي هاليمعك الخميس ويمعة. أنا يا نظر عيني مسامحتكم. وي مسوية روحك الحين الفقيرة المسكينة على أساس إن أنا الحقيرة صح؟ حياة خلاص سكتي عاد. لا والله طلع لك حس. تصدق إن أنا الغلطانة اللي وافقت على هالموضوع من أوله؟ امشوا يا يما امشوا. أنا بتكلم معاها. ما نبي نخرب بيت أخوكم. يلا يلا مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة. في أمان الله. مع السلامة. الله يحفظكم يما ويجعل لكم كل خطوة سلامة. مع السلامة. عامرة يتدلل يا زوجتي المستقبلية. شلون تبين يكون العرس؟ شوف أنا واحدة ما أحب عروس البنات اللي بوفيه دي جي حش وقراض. ما أبي. شلون؟ أبي شيء جديد. أبي نروح شرم. شرم؟ إيه شرم الشيخ. زين. نروح شرم نطب البحر نغوص. زين. إيه نطب نصور مع الدلافين طبعا الأهل والعائلة كل الدنيا معانا الربع كلهم معانا. اسمع نطب البحر طبعا طقاقه ويباب الملشه كلها هناك تحت عليال يعني لا داخل البحر داخل البحر نلبس هذا الاسود نحط هذا الثقيل الاكسجين وقمته هني كلنا هذا كله بشرم اي 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 بس وعلي ابوي ما راح يقدر ليش شلون قال هذا قد الاسود ارض شلون ما يصير ما في كدوا عليا حسبي الله على ابليس شيك من صدجي اي مو انا ليش حبيتك علشان ينونك هذا وهذا احلى عشاء وجهز ما شاء الله الريحة تينن عندك طريقة خاصة ومميزة بالسمك؟ ايش دعوة عاد لا تقعدين تبالغين تذوقي اول لا والله ما بالغ الريحة تينن جربي جربي اول جرب الطعم بسم الله الرحمن الرحيم ها ايش رايك؟ احلى سلمون قلته بحياتي شكرا شكرا على رفع المعنويات لا والله لذيذ مصجي
تعال حسوني. سمج مفيد، تعال ماما شوية. خلاص كيفك. شوية قلالي. ماكو شيء. إلا صدق. باكر عرس رفيجتي بالدوام، عادي خلي حسون عندك، يعني بعشي وبلبسه وبخليه عندك لين ينام. اوكي مو مشكله. يما لا تبكون، انا كلها كم يوم بروح اسافر وارجع، ماني رايحه مكان. لا يما انتي بتتزوجي وتهدينا، مستحيل نرجع نفس قبل. لا حبيبتي انتي، لا انا رافعه قضيه بحضانتكم وان شاء الله اكسبها وتكون هني تعيشون ببيت يدتكم. لا ما ابي يما، ابي اعيش نفس قبل. يما احنا وايد تعبنا وتبهذلنا، يبا الله تي غصون بعد ما جيت اكثر واكثر. ليش غصون؟ ايش قالت لكم؟ قالت انك ما تحبينا وما تستحملينا، بس البيت كله مطايقنا. غصون وعله ان شاء الله وعله. بتعقد عيالي؟ لا يما، لا حبايبي انتو، انا اموت عليكم من اللي غيركم، بالذات انت مشاري. ادري بقلبك كلام ما تقدر تقوله، ادري انت اكثر واحد محتاجني. حبايبي لا تسوون بروحكم كذي. خلاص عاد حبايبي، يا ابوكم دق علي يقول لي لازم اردكم. انتو ما شاء الله عليكم، صباح الله خير معكم. عاد الحين لازم ترجعون حق ابوكم، ما فيها شيء. بي لا ما ابي، انا بقعد مع امي. ما علي حبيبتي، ما علي يما، انتوا روحوا وان شاء الله انا ما راح اخلي الموضوع، بحاول وبحاول وبحاول لين اكسب القضيه. زين يما؟ زين حبايبي؟ ديروا بالكم على مشاري. زين يما؟ لا لا لا، يلا يبا يلا يلا امشوا يلا، على حسابكم السياره. يلا 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 يما، ديري بالك على خود. زين حبيبي انت، ما تبي تروح؟ يا عم شاري خلنا نمشي. فيكم ايش فيكم الصاير هي انتبهت بشان وعيونكم حمراء؟ صاير؟ لو سمحتي ما تشغل فينا من يوم ورايح. بسم الله الرحمن الرحيم، شبيتي بوي ايش فيك بعد يا حبيبتي صاير؟ اصلا انا ادري ان امي تحبنا وما راح تخلينا. صغير حتى اثرت بكلامك بجيتيني. امكم فاضيت لكم يا حبيبتي عشان تحبكم، باكر بتزوج امكم. ذلفي ذلفي كرهت، يعني أنا اللي أحبت أكرهت؟ يعني من صجية بدرية باكر بتتزوجين؟ هين بصبر لي باكر وبشوف. ما خالفه اشوف غدوره؟ تفضل. Thank you.
انزين تصبحين على خير. بعد لحقتني لهني؟ سمعيني زين يا يمه، أنا من مات أبو عبد الله وأنا في حالة ما يعلم به إلا الله، ما كنت أتمناها لا حق عدو ولا صديق، ولا كنت أتمنى في يوم إني أعيش عند واحد من عيالي، بس الزمن هو اللي حدني وأنا وإنتي الحين عايشين ببيت واحد، لازم نتفاهم، بس أهم شيء إنكم ما تزعلون أنت وأيوب. تبين أطلع من البيت الحين بأخذ أغراضي وبأطلع، بس أنت أهم شيء قولي لي شنو اللي تبين. أنا ما أبي شيء، أنا كل اللي أبي حياتي القديمة ترجع، ما أبي عيالك كل يوم والتالي عندي. خلاص يما تم، حتى أنا بقعد بغرفتي ولا بتشوفين رقعة وجهي، والأكل باكل بالمطبخ. هذا اللي تبينه يما؟ أوكي تمام. الله يهنيك، بس أهم شيء ما تزعلين ويا أيوب، ترى أيوب وايد يحبك. خلص الحين راح أدق عليه. ألو أيوب وينك؟ لا ماكو، بس توا أمك هي تكلمتني و تقدر تقول حلينا الأمور. تدرين اليوم زواج بدرية وخالد؟ إذا اشتبيني تلحين؟ لا ما في شيء، بس يعني أقوله بشوف إذا عندك شوية كرامة ولا غيرة ولا لا. شوفي ثمني كلامش، لا تشوفين شيء ما شفتي. بالصوت فعل ماكو. أنت تدري شو اللي ذابحك؟ أنت اللي ذابحك إن خالد ما طلب وجهك ولا خذاك، هذا اللي ذابحك. انت حسبالك انا مو كاشفك ولا شنو؟ انت سويتي كل هالفيلم عشان انا اطلق بدريه، ويوم طلقت بدريه ما تدرين ان بسواتك هذه وديتي بدريه حق خالد بارده مبرده وخذاها ولا طلب وجهك. عدل؟ ايش فيني؟ احس اني متوتره، كي مختبصه، امس ما نمت نفس الناس، متوتره كني صرت مراهقه. حبيبتي شيء طبيعي، الله يتمم عليك يا رب حياتي انت. امين يا احلى عروس. حبيبتي بصور حق البنات. انزين لا نتاخر على الصالون، بس بسرعه كاكا بسرعه. يلا باي. بنات انا الحين طبعا متوتره حدي، والحين رايحه الصالون. ها ادعوا لي بنات، ولا وحده فيكم ما تكشخ اليوم، يا ويلكم. يلا باي. Let's get Brock's home address from Donald's family.
بنات انا الحين طبعا متوتره حدي. اعذاري. اعطيني موبايلك خلنا نشوف الفيديو. اعطيني شويه. بنات انا الحين طبعا متوتره. يا حليل همك نستانسة وشاق الحلج والضحكة من هني لهني. هذا اللي تقولين تحبنا أمي وتموت علينا. طالعي طالعي إيش كاتبة. أنا مستانسة. شفتي عشان تصدقيني. خير؟ ايش تبي؟ ابتسام انا مدين لك وايد، غلطت بحقك وايد. وماني قادر اسامح نفسي. لا تسامح نفسك. لاني انا بعد مو مسامحتك. ابتسام، احنا ليش وصلنا لهالدرجة من الأداء؟ يعني ما يصير الحب يتحول لصداقة ود وعشرة؟ بلى. يصير هالشيء. لما يكون في اتفاق بين الطرفين. مو بالغدر. والهجر من طرف واحد. أنا خفت من المواجهة. حبيت إنك تعرفين بس مو عن طريقي. لأني كنت خايف أجرحك. خايف أجرحك، خايف أجرحك. كل مرة تقولي نفس الكلام ويكون جرحك أكبر من المرة الأولى. أقول لك شيء واحد فارس. آخر مرة راح أقولها لك. ما أبي أشوفك بطريقي. ابتسام. ابتسام أنا آسف. ابتسام سمعيني. ليش وصلنا لهالدرجة من الأداء؟ يعني ما يصير الحب يتحول لصداقة ود وعشرة؟ أنا خفت من المواجهة. حبيت إنك تعرفيني بس مو عن طريقي. لأني كنت خايف أجرحك. بنات أنا الحين طبعاً متوترة حدي والحين رايحة الصالون، ها؟ أعطيني تليفوني. تعالي. تعالي شوفي الصور وفيديوهات امك اللي دازتها وهي مستانسه اللي ما تخاف الله تبتقهرك. ما تقول بنيتي وراها امتحانات. مو شغلك. اخاف صدق حامدك نفسيتي ولا تخافين علي. اعطيني تليفوني قلت لك. واخري تليفونك هذا بيظل عندي الليله. ابي اشوف صور امك الحلوه. يلا دارك يلا. هين والله اعلم ابوي. يمه خرعتيني ببوك. يلا يلا حبيبتي يلا. انا بفهم. تذكرين امنا وتذكرين ابوي وتذكرين انه من تحبين انت بالله. هذا شكل نهائي. ايش رايكم؟ بيتكم مكان؟ لا تشوفون طبعا تسريحه. شلون اوريكم اياها؟ ايش بيتك؟ انا سويت بعمري. صبرت كل هالعمر كذي تاليتها
جنة واحدة مطلقة عندها عيال. عليكم السلام. ايش فيك ضايق خلقك ومتكدر وجهك الوان؟ زعلان عليها؟ انا اقول له تسكتين وايد احسن. اسكت ليش لا؟ طبعا مالك الا انك التحسر وتبكي مثل الحريم عادي. شوفي صكي حجك لا تفني كني فهمتي؟ طلقني طلقني، انا غلطانه وغبيه اللي وافقت تزوجك. طلقني والله بهالسهوله هذه تبي تطلقين؟ بعد كل اللي سويتيه تبي تطلقين؟ انت عسبالك انا اثول ولا مدمغ ولا ما افتهم؟ أنا أدري إن ماكو شيء اسمه شاهين، وكل الفيلم هذا أنت اللي سويتيه. لعبتي بعقلي وعقل بدرية، خليتيني أطلقها. صدمتي؟ ها؟ مصدومة؟ أنا طلقت بدرية لأن أدري إن هي خاينة. لأن هذا الشيء كان بنيتها. خذت وعطت معاك في الكلام. وهذه خيانة. بس أنا وايد متحسف إني طلقتها. لأنك ما تسوين ظفرها. المفروض كنت أسامحها وأعطيها فرصة ثانية. بس لأن أنت يا بنت إبليس لعبتي براسي وخليتيني أطلقها. والحين راح تتمين خادمة بهذا البيت، تخدمين عيالي، تطبخين وتنظفين وتسوين لهم كل اللي يبونه. ولا والله العظيم أروح المخفر وأقول لهم كل اللي أنت سويتيه، وسواتك هذه توديك السجن وأنت عارفة. حتى عندك بالوزارة راح أروح وافضحك عند الكل، عند اللي يسوى واللي ما يسوى. فعشان شي صكي حلجك واحترمي نفسك، راح تعيشين بهذا البيت خادمة حق عيالي. فهمتي؟